هلا والله خوي، اسف على التاخير والله. وينك؟ ماشي برا. يلا جايك 5 دقائق. جايك انا ماشي. السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. هذا اول فلوق بعد الرجعه من السفره. رجعت امس تقريبا، وصلت هنا الساعه 12 على طول. نزلت اغراض في الشقه، رحت عند الشباب وديت لهم الاغراض اللي لهم، وديت حق 3 اشخاص: خالد الدوسري وخليف السعد وخليف الشاهين. اللي باقي عندي لحق بو يحيى ومرتضى العباد، الحين بنروح له، وبو تفنان وابراهيم العجمي. ابراهيم العجمي دقيت لي ما رد علي، فبوديهم تقريبا اغراض ابراهيم عند بو تفنان وبعطيه اياه وهو يتصرف فيه. خل اروح لمرتضى الحين اعطي الاغراض ويطلع معي، لان خلصت الاغراض دي بروح للمارت بعد بعلبه الماي اللي عندي. بس ان شاء الله الشباب كلهم يردون، لان حطيت اغراضهم عندي بالسياره هنا ولازم انزلها لهم. يلا خلكم معي. طبعا امس من جيت من الشباب جيت تقريبا الساعه 4 رجعت الشقه عندي. جالي النوم الساعه 4 وخلاص تعبت، لان من الساعه تقريبا 5:30 طلعت من سولت ليك. على ما وصلت هنا 12 وشوي تقريبا، ورحت عند الشباب 4 رجعت الشقه نمت. جلست الساعه 9 الصباح تعبان ما قدرت انام، رجعت مره ثانيه 11 نمت، جلست 1:30. انا عيبي شنو؟ اذا اجهدت نفسي وسويت شيء قوي اغلب الناس انه خلاص ينامون نومه مرتاحين فيه. انا لا، خصوصا انا صرت في خط ماسك خط طويل، لان احيانا مثلا مسكت خط من هنا لمنطقه ثانيه 12 ساعه مواصل فيها، اوصل المنطقه نفسها ما نام، يجي لي شوي جسمي احس فيني ضعف، فيني نوم بس ما اقدر انام. ولا نمت 3 ساعات 4 ساعات اصحى ساعتين كذا ويجي لي نوم مره ثانيه وارجع انام، يعني جسمي خلاص ما ادري يبي نوم. إيه ما ادري شلون جسمي يبي نوم بس ما فيني نوم. المهم ابي اطول عليكم، وصلت حق مرتضى. سلم، كيف الحال؟ كيف الاخبار؟ شلونك؟ موت الحمد لله سلام. متى رجعت من جوه؟ امس في الليل يوم تكلمني. رحلت اليوم راح يروح LA حق ابوه وعمامه جايين هنا امريكا، ما راح يجون هنا منطقتنا، راح يسافر لهم منطقه ثانيه يجلس عندهم اسبوع وراح يجي يرجع مره ثانيه هنا الخميس. فالحين بروح حق ابو تفنان ابعطي الاغراض. دق لي اول شيء. السلام عليكم. مرحبا. دراش مدرب صغير ما له قال كلمه. الله يسلمك. الاخبار شلون؟ والله بس الحمد لله. وابراهيم عندك؟ اي بالله كل روح داخل حيك. امشي عندي انت طلب خبز وهو طلب خبز لكم. انا كنت احسب انك جبت اثنين بتوزوت، فقلت خالد دائما تعرف اخطر فخذك طويله في الكرم. العافيه. جبت 4 والله فيهم. هذا الباب تفضل به. والله بروح اودي الاغراض للباب. اي ان شاء الله يصير خير. اوكي يعطيك العافيه. يلا مع السلامه. خلصت. خلص من الشباب، باقي محمد الرفاعي ابو يحيى. خلنا نروح الحين. السلام عليكم. كيف الحال؟ مرحبا. شو الاخبار؟ شلونك؟ الله يسلمك. شو عمل؟ اول شيء سامحنا كلفنا عليك. لا والله ابد الخبر. والله انا يعني شايف انه الموضوع بالنسبه لك انت اصلا رايح ويكند غير جو. انا رايح بشتري اغراض واشتريت للشباب كل. يعطيك الف عافيه والله. يعني انا شاري يعني ما بالعكس. برضه يعني فيها تكليف عليك انت، يعني بدل ما تشيل لبيتك يعني حتقلل كميتك بحيث انك تاخذ كميه
بس بقيل. التعب علي بس اني بشيل بس وبحط بس هذا التعب. كيف انا بجي والله الحمد لله كويس في العيد يمكن انزل. انا نازل بالضبط، انا نازل اخر اسبوع في رمضان اللي هو اسبوع يعني كم يوم قبل العيد يعني ما راح تدرس سمر. انا لا انا ما عندي سمر عندنا في ولتو. انا قاعد انا عندي ريسيرش آه. فهوبفلي الاسبوعين دي الشهرين دي قبل اللي هي الشهر رمضان ايه. اقفل جزء كبير من البحث حقي تنزل ارجع ان شاء الله من الاجازه اكتب بس. اوكي بس اهلاكم لا يعطيك الف عافيه. نعمل اكتيفيتيز، نعمل شيء موجود، نطلع أوكي. نصور نطلع خلاص انا هنا موجود. اوكي يلا حياك الله مع السلامه. اوكي خلصنا كل شيء. رايح عند الشباب الحين بشوف خالد اذا احد بيروح معي والمارت ولا بروح المارت الحالي بدق لي يمكن. طبعا شقت مع الطريق هنا بمر يمنها، ف اللي بيروح ماي بيروح، الا ما بيروحون بروح والمارت ابعبي الماي عندي بعدها يمكن ارجع لهم. الو هلا هلا ايش تسمون؟ يلا جايك بروح للمار تروح معاي. كيفك؟ يلا اجهز شوف احد بيروح يجهز. يلا هذا خالد خلاص قال لي بيروح ف بروح الحين، ممكن الشباب الثاني بعد يروح معاه. ما حد بيجي؟ لا اللي بدر مخه اللي قاعد ينظف. من اللي موجود؟ موجود خد حيم ولد عمه خليفه. ولد حيم وينه؟ حيم راح الشقه. نجد نشوف فيلم هنا نسوي شيء ما ادري خلينا نشوف كله.
السلام عليكم. شم الطلب. كيف الحال؟ وديتم. السلام. الله عارف. تأتمر. حنا داخلين تقريبا 5 دقايق. تأتمر. يلا شباب توري شيء. أنا صار. الساعة 12 ونص بس انتهيت من النوم. يلا في نهاية الفلوق لا تنسوا اشتراك القناة ونشر المقطع واعمل لايك المقطع. والسلام عليكم.